هالمباراة كمان ثلاثة للشامبيل وثلاثة لنادي تبنين. إذا الريباوند نقطة فارقة بامتياز لصالح نادي الشامبيل، لنشوف شو ممكن يتغير بانطلاقة الكوارتر الثالث. الكوارتر الثالث يلي رح ينطلق من بوزيشن لصالح نادي تبنين ودفاع المنطقة متمركز من نادي الشامبيل. إذا دفاع المنطقة الثالث ثلاثة غالب شاد جراي لرالف عقل، غالب يخترق البيس لاين ووصل له اياها للهمدر. الهمدر ما بينجح بالتسجيل انما براندن بتابع بفينجر تيب. ثمان نقاط لبراندن كورتز والفرق ثلاث نقاط بس. كريس شارز على ما هي عن الاحتياط مازال مدي محاوي تحت السله، حلو كثير الموفي اللي بيعمله لكن ما بينجح بالاولي. ريباوند كمان لصالح الحاوي كمان ما بيسجل، ومحمد همدر بيلتقط الريباوند. نادي تبنين امام فرصة طاليس الفرق لنقطة وممكن معيدنة الارقام. غالب رضا بسدد بالمسافة المتوسطة ما بيسجل. غالب ريباوند لالي ستيفان، ضغط دفاع على الي ستيفان بيتخطى نص الملعب. ست ريباوند لالي ستيفان وبيسجل. حلوة كثير على الحركة من الي ستيفان. نقطة الثامنة لاحظوا بالإعادة كيف بعد قد ما في الكرة عند براندون كورتس ونجح بالمحاولة. شادي جراي ما بينجح، جراي ريباوند لنديم حاوي، خمسة ريباوند للحاوي. ويليام بيبن فاول لصالح بيبن. إذا خطأ لصالح ويليام بيبن وهلال شيت على أرض الملعب بعد ما ارتكب محمد همدر خطأه الثالث. فاول ترابل كمان على محمد همدر. بيبن بسدد وبسجل بيبن، 16 نقطة لبيبن والفارق سبعة. كان سركيس بيعمل ستيل بآخر الهجمة. كان قطع هجومي من رامي عيقي، خطأ هجومي إذا على رامي عيقي. خطأ الأول لرامي. غالب رضا، براندون المسافة المتوسطة بسجل براندون نقطة العاشرة وبيقلص الفارق لخمسة من جديد. مثل ما بدأ الكوارتر الثاني، مثل ما بدأ عفوا الكوارتر الثالث. الي ستيفان بسدد عن الارك، الريباوند لصالح مين؟ لصالح نادي تبنين. براندن كورتز من سوين لنادي تبنين بهالهجوم وترن اوفر من غالب رضا. ما عم يقدروا ابدا يعدلوا الارقام نادي تبنين مع نادي الشامفيل، عم يقلصوا الفارق لكن نادي الشامفيل عم يضلوا لاقط زمام المبادره من ناحيه الفارق. الي ستيفان بمرر له للحاوي، خمس ثواني متبقية للعيقة، خطأ واضح لصالح رامي، الخطأ من هلال شيت، خطأ الثاني لهلال. لاحظوا كيف سكر له سكر طريقه من بعد ما أخذ الأدفانتج رامي. ويليام بيبن عم يجرب ينزل طابي كمان على اللو بوست يستفيد من فارق الطول. خطأ الثالث على هلال شيد.
يعمل الفرصة من الخارج out of bound دائما لنادي الشاوبيل. رامي بسدد تحت الضغط بسجل عيش وحلوة التسديدة تحت الضغط عم يسجل ثاني ثلاثية لألو رامي وعم يزيد التقدم لثمان نقاط. رالف عائل خمس ثواني تشادني جراي لازم يتصرف جراي بسدد تشادني الريباوند لبراندون براندون كورتز وخطأ من كارت سركيس لصالح غالب رضا. حسن لئيس على أرض الملعب بدلا من رالف عائل. عم نشوف اللاعب السابق خالد المولى لاعب نادي الشاوبيل سابقا لاعب نادي الحكمة وكمان لاعب نادي تبنين بالموسم الماضي اللي هو ساهم بتأهل فريقه للدرجة الأولى واللئيس عم يسجل نقطة الخامسة للئيس. والفارق ستة رامي عيقي بيخسر الكرة لصالح غالب رضا غالب كمان بيخسر الكرة غالب رد ستيل بستيل رامي العيقي بيعطيها للحاوي وكمان ستيل وهالمرة من غالب غالب يروح على السلة بيسجل غالب رضا السلة بنجاح 18 نقطة لغالب رضا والفارق 4. تبديل بصفوف نادي تبديل خروج غالب رضا وعودة رالف عقل لأرض الملعب. أقل من خمس دقايق لنهاية الربع الثالث. قديم حاوي بيعمل موف حلو كتير بيخسر الكرة فريق تبنين بالهجوم شادي جراي بمرر للاقيس جراي كمان بيخترع على السلة شادي جراي بيسجل ممتازة هالحركة كانت لتشادي جراي والفرق نقطتين بس. ليه ما لازم نذكر انه فريق الشاوبيل صار له فترة طويلة عم يلعب بأجنبي وحيد هو ويليام بيبن بعد ما فضل المدرب غسان سركيس يريح لاعبه كريس شارز بارتكابه خطا الثالث. ويليام بيبن بسجل ويليام بيبن بسهوله عم بسجل نقطه ال 18 براندون بيلعب على السله براندون كورتز ما بينجح بالمحاوله وري خطا من هلال شيت أربع أخطاء على هلال شيد وتبديل شيد بصفوف نادي تبنين عودة محمد همدر بدلا من هلال شيد. كارل سركيس الاستيفاء ما بينجح بالمحاولة حسن لئيس على الريباوند سريع جدا اللئيس بس كمان كلمة حطه قالت ترانزيشن ديفنس ممتازة من نادي الشاوبيل.